السلام على احلى شريكين بالعالم. اهلين باحلى ابو فهمي بالعالم. تفضل شرف. تفضل تفضل عود. يا اهلا وسهلا. شو حبيبه؟ باينتك فرحان. يا سيدي فرحان كثير. اكيد مشي شغلنا. مشي لكن ما مشي. وانا رايي ما نضيع وقتنا ونضل قاعدين هون، نروح على المستودع ناخذ البضاعه ونروح لعند التاجر لانه مصاري جاهزه. حبيبه قبل ما نروح لعند التاجر نقعد نشرب لنا فنجان قهوه ونحكي كلمتين. كلمتين؟ خير شوفي. لا لا ما في شيء. ليكون ما في لمبات؟ لا حبيبه في لمبات، يعني بس الموضوع. شو الموضوع؟ فهموني شو القصه؟ اخي نحن بنروح لعند التاجر بناخذه على المستودع بنأجي البضاعه وبعدين بيرجع بيحملها. قطعت قلبي من الخوف. على كل مو مشكله، استنوني هون نص ساعه واصل جيب التاجر واجي لهون. ولا شو حبيبي مستعجل كهالقد؟ لك حبيبي ورانا شغل ورانا التزامات. سلام عليكم. علي فهمي الله معك. تعي يا بيتر. نعم. ما لك انت بيرجع؟ لا ما. طيب هلا وقتك تغط يا ابو فهمي، بدنا نخلص. قول لي شغلك روح. السلام عليكم. لك وينك انت؟ وينك؟ كنت عند الشباب. ايه وينه؟ ليش ما جبتهم معك؟ اخي بتروح انت لهنيك وبتعاين البضاعه وبيتم كل شيء هني. طيب امشي يلا امشي روح لعندهم. شباك ابو فهمي؟ شو شباك؟ سلامت وعرفك يعني انا ما بروح بصراحه من هون لاخذ المعلومه تبعي. ولو يا ابو فهمي شو نسيت انه نحن اهل؟ بيصير هذا الحكي؟ شوف عمي ابو ياسمين البزنس بزنس، كل شيء لحاله، القربة لحالها والشغل لحاله، خلينا رايقين انا وياك احسن. هاي 5000. لا حبيبي هيك ما بيشتغلوا معي، بدي اياهم كاملين. لك مو لاستلم البضاعة رح ازعل منك. ها اخي انا هيك اعلاتي، بعدين انا مضمون، ليش؟ لانه اخي بده ياخذ بنتك. إذا لا سمح الله ما زبطت الصفقة فأنت ما بتعطيه بنتك، وأخي مستحيل يترك بنتك فبيضطر يدفع لك المصاري منه. وهي 10 منيح هيك؟ أنت عيني، هلا بقى شغيل. شرف. من هلا ورايح لحق صفقات، صفقة ورا صفقة. عود عايش. شو حبيبه؟ تمام؟ إيه أبو ياسمين، هلا شفت العلب كلياتها. ماشي الحال. بس يعني يا ريت ترعونا شوي، كمية كبيرة وصعب تصريفها. أبي ياسمين، نحن اتفقنا، ما بدك تترك كل شيء بمحله. يا سيدي اتكلنا على الله، أنت بنقدر نحمل؟ بعد بكرة الصبح حبيبه، بكرة عنا سفرة. بعد بكرة الصبح بيكون الخميس، ويوم الخميس الصبح عندي لمغلة. خلوها المساء. لا المساء ما بتقدر شو بنا. إيه والله صحيح. معلش يا فهمي، بخطف لي ساعة زمان بحمله أنا والشغيلة برجع على العرس. خلوه لبعد بكره. ماشي حبيبي اعطيني دفع على الحساب مشان ما ابيع غيرك. ايه تكرموا. ها وانا جاهز. تفضلوا بس يا ريت توقعونا على وصل. ايه بس مو هون لانه ما معنا ورق. يا سيدي هو عامل حسابك كمان. ماشي تفضلوا هي وصل جاهز. فاسي يا تفضلوا يا دم وقعونا اذا سمحت. وقعوا. شرف حبيبه. تفضل وقع فهمي. انا؟ ليش انا شو دخلني؟ ليك شاهد الدنيا فيها حياة وموت ولا انا غلطان؟ لا معك حق، بدك تضمن حقك. وقع فهمي. قديش كاتب لهم بالوصل؟ 50,000. انتوا قديش قبضتوا؟ 50,000 حبيبه. ايوه انا مو مشان شيء، مشان الحلال والحرام. ها هلا بمضي لك بقى. تفضل. اصبح موعدنا بعد بكره المساء. على بركة الله حبيبه، شرفوا. عمي أبو ياسمين دقيقتين وبلحقك أنا. إيه سيدي قبضني. لسه رأس المال ما قبضناه، استنيت تنتهي البيعة. لك أخي بالنسبة لي انتهت البيعة لأنه يوم التحميل أنا ما حكون معه، ما سمعت شو عم نحكي، في عنا عرس، العرس عرس مين؟ عرس أخي، وأنا اللي قايم بالموضوع كلياته، يعني عندي التزامات، صدقني أخي شحات أنا اللي عم بصرف على العرس كلياته، فناولني. أخي شبكم؟ ليش تأخرتوا؟ بده حصته هلا. إيه أعطيه حصته، هذا حبيبه. هيك شو عليه؟ شفت انا حبيبه. وهي 10. شو ها
10,000. عم اقول لك عندي عرس وعندي لازمه كبيره طويله عريضه وانا متكفل فيها، بتقول لي 10,000؟ بعدين عمي صدقوني انا تاجر من ربع جبكم كثير، من قفاي رح تستفيدوا اضعاف اضعاف هي المبالغ كلياتها. اخي وهي حقك كامل، خلصنا. ان شاء الله ربي بيهنيكم بال 50,000 اللي قبضتوها، وان شاء الله تصرفوها بالهنا. والسلام عليكم. هي لمبه سياره شحن، انا ما بفهم فيه، ما لها غير ابو الخير. بتعرفه ما؟ ايه طبعا بعرفه. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، شرفت عيني. يا سلام عليك يا ابو فهمي. اذا كانوا صاغ سليم قديش بدنا نربح؟ لمبة سيارة شحن حق الوحدة 150 ليرة، يعني فيها ربح 140 ليرة. والله بنقشت معك يا أبو ياسمين. يا وردي مين يشتري وللحبيب يهديك يهدي لك. الله يعطيك العافية، تقبرني. الله يعافيك. وين كنت؟ حاكينا وخذ الغلة. فوزية. نعم. أنا لالي مبسوط ولالي رايق وجوعة، روحي حطي لي أكل بدي أكل. حاضر، رح حط لك أكل لتاكل، لك بس بدي أفهم شو آخرتها معك. على فكرة فتحي أخوك كان هون. شو بده هذا التاني كمان؟ ما بده شي، بس بده يعرف شو صار بينك وبين عمه، ولما ما لقاك هون راح دوز دغري لعند عمه أبو ياسين، مشان شو؟ مشان يفهم شو صار بالقصة. لك العم، لك العمى على هالعيلة شو فضوليين وحشريين. لك العمى بيحبوا يعرفوا البيضة مين بيضة. ايوه هذا نحن يعني. لك كان انا. لا اعوذ بالله، انت عين الله تحرسك. يعني الحق يقال انك ما بتتدخل بحدا، وانت بحالك معيشنا احلى عيشة. ولك شو بدك بالعالم والناس؟ لك اتركهم بحالهم، دع الخلق للخالق. فوزية روحي من خلقتي أحسن ما زدتك بهالبحرة وأخنقك وأبتلي فيكي. يا سيدي ماني خايفة، زدتني بالبحرة، أنا مشوبة من فعايلك. رايحة؟ لا ما فعلاً مشوبة. من هي يا بي؟ من هي البحرة قريبة، روح من خلقتي. ها السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالمعلم؟ والله ما بعرف، اجى لعند واحد اعطاه لمبة وراح لهلا ما رجع. نعم شو عم يصير؟ لمبة 65,000، شو هي من الماس؟ تفضل ارتاح. لا خلص شكرا، بس قل له انه اجى لعندك سهرك فتحي، برجع لعنده بكره ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا انت وقت بتكون عم تاكل ليش ما طالع صوت؟ طب طالع صوت. ابو فهمي هلا ما بدك تحكي لي شو قصتك؟ لك أني قصة؟ شو قصتي؟ لك أنت ما حتحلي عني؟ لا ما رح حل عنك. عم تستحكمني قصداً لأنه بتعرفني أنه بصلتي محروقة وبتفقع مرارتي إذا ما عرفت. ما لي رح حل عنك، قل لي شو القصة؟ شو في بينك وبين عمه لفتحي؟ ما رح أحكي. إيه ماشي الحال، مو مشكلة، هلأ بس يجي فتحي بنعرف. كتير منيح، أصلاً وفر علي المشوار لعنده. بسطتي هيك؟ لا ما انبسطت. على كل الاحوال النهار بده يخلص. ما بده يخلص؟ بده يخلص. وفتحي ما رح يجي؟ رح يجي، وساعتها رح نعرف شو مخبيلنا يا ابو المفاجآت. كملي اكلك وانا السلام عليكم. لوين رايح؟ رايح نملي شي ساعة مشان حضر حالي لتحقيقاتكم. تظهري على خير. وانت بخير. حاجة طرطة ولا ابوك بده ينام؟ لا تزعجه. ما رح استناك اكثر من هيك،